تمام. خليني هنا قبل أن أعود إليك دكتور محمد أشير إلى هذا الخبر المفرح العاجل حقيقة، تصريح للرئيس الإسرائيلي يقول بأنهم يتجهون إلى نقطة لا عودة وينبغي التخلي عن التعديلات القضائية. ويضيف الرئيس الإسرائيلي ما يحدث كارثة حقيقية وما يزعم بأنها بلاده تنهار أمام عينيه. يا رب الله يكملها يا رب. أمين، يعني الله يقر عيوننا برؤية هذا الكيان السرطاني الانهيار الشامل إن شاء الله. نعم. ممتاز إن شاء الله. دكتور محمد، بموضوع الكيان الإسرائيلي أيضا، طيب إذا الروسي أعاد إلى الإيرانيين كمية من اليورانيوم المخصب، طب ما هذا سيجعلها بشكل حاسم تمتلك قنبلة ذرية وأكثر، هذا سيغضب صديق روسيا، أعني الكيان الإسرائيلي. نعم، يعني هنا ستكون الأمور يعني في تفصيل بهذا الموضوع. لا شك إنه إسرائيل يعني هي لم تعل يعني لم تخبئ امتعاضها من قضية المشروع النووي الإيراني. وبالمناسبة إسرائيل مهتمة بموضوع الضربة على إيران أكثر من أمريكا بكثير. يعني أمريكا حتى الآن هي تكبح جناح إسرائيل. لماذا؟ لأنه هذا الموضوع مرتبط، يعني حتى إسرائيل وحتى أمن إسرائيل بالنهاية هو تابع للبراغماتية وللمصلحة الأمريكية، وليس كما يظن البعض أنه أمريكا هي الموظفة عند إسرائيل. لا بالعكس، إسرائيل هي أداة أمريكية في المنطقة، وبالتالي حتى التحركات الإسرائيلية هي خاضعة للبراغماتية والمصلحة يعني الأمريكية. الآن إسرائيل هي تريد وسربت عبر كثير من القنوات الدبلوماسية العالمية أنها تريد وتؤيد ضربة الآن استباقية حتى لنصل إلى المحظور أن تمتلك إيران مثلا القنبلة النووية، وبالتالي سيصبح الأمر أصعب على الجميع. ولكن حتى الآن أمريكي لا يوافق على هذه الضربة حتى الآن أقول، والدليل أنه لم يقم بتزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة اللازمة لهذه الضربة. إسرائيل من الناحية اللوجستية تفتقر إلى القدرات التي تمكنها من هكذا ضربة. لماذا؟ هي تحتاج إلى الطائرات التي تمكن من تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو، وتحتاج إلى القنابل التي تستطيع أن تخترق التحصينات التي يعني أقيمت يعني فيها يعني المفاعلات النووية، لأن المفاعلات النووية بنت في قلب الجبال في إيران، وهناك نوع خاص من القنابل الذي يستطيع أن يستهدف هذه المفاعلات هو موجود عند أمريكا. حتى الآن أمريكا لم تزود إسرائيل بهذه الأسلحة، وبالتالي حتى الآن يعني ليس هناك أظن أنه قدرة يعني على إنهاء هذه المفاعلات. نعم، تستطيع إسرائيل أن تقوم بضربات تؤدي إلى 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 شل يعني قسم كبير من هذا المشروع، ولكن لا تستطيع أن تنهيه. وبالتالي إسرائيل يعني تريد أن تقوم بهكذا ضربة. هناك انتقادات داخلية في الإدارة الأمريكية، يعني ينتقدون بايدن، يقولون له أنت ماذا تنتظر يعني أكثر من هذا؟ لماذا لا تقوم بالضربة؟ لكن أنا كما أظن وزير الدفاع الأمريكي اليوم من تل أبيب قال بالحرف: نؤمن بأن الدبلوماسية هي أفضل طريق لحل مسألة الملف النووي الإيراني. نعم، نعم، حتى الآن ليس هناك عزم واضح بالنسبة للإدارة الأمريكية على ضرب إيران. كما قلت لك يعني بس هل هذا التوجه الأمريكي الحقيقي ما زال إلى اليوم أم من باب التمويه؟ لا هي حتى الآن، ولكن مع هذا الإصرار على الدبلوماسية تدرك أمريكا أنه في لحظة من اللحظات من مصلحتها أن تقوم بضربة ربما، وبالتالي تحركات الوزير الدفاع الأمريكي وأيضا الجنرال القائد الجيوش الأمريكية في المنطقة كان بهدف ماذا؟ بهدف الإعداد للخطة البديلة، الخطة ب. وبالتالي الأمريكي بيشتغل على الموضوع، يعني دائما عنده خطط بديلة، ولكن مش يعني أنه يريد أن توجيه ضربة عسكرية. كما قلت لك الأمريكي غير مهتم الآن بضربة عسكرية على إيران، يريد أن يتفرغ لمواجهة الصين بعد إلهاء يعني روسيا في المستنقع الأوكراني. ولكن في لحظة معينة إذا وصلت الأمور لحد أصبحت مصلحة الأمريكية بضرب إيران، أنا برأيي أنها ستكون ضربات خاطفة تؤدي إلى إنهاء الملف النووي وإنهاك النظام الإيراني دون إسقاطه. لأنه كما قلنا سابقا بأن النظام الأمريكي لا يريد إسقاط النظام الإيراني، فهو نظام ضرورة له في المنطقة، وهذا ما قاله أشد الرؤساء يعني تعصبا وتحيزا ضد الإيرانيين اللي هو ترامب، عندما بعد اغتيال قاسم سليماني قال نحن لا نريد أن نسقط النظام، نريد أن نغير سلوك النظام لا تغيير النظام. وبالتالي هذا الموضوع يعني بهذه الطريقة. أما إسرائيل فهي نعم هي يعني هي تسعى إلى ضربة اليوم قبل الغد ضد إيران، ولكن حتى الآن هي تدرك أن لوحدها لا تستطيع أن تقوم بهذه الضربة، والأمريكي لا يريد الضربة حتى الآن. خاصة العامل الداخلي واضح الأزمة المتفاقمة في الداخل الإسرائيلي ربما نعم تدفع بهذا الاتجاه. نعم أيضا بالمناسبة نعم الذي يحصل في داخل الكيان
الكيان، هذا الكيان السرطاني ما يحصل في داخله الحرب الداخلية، نعم قد تؤدي إلى تصدير المشكلة من الداخل للخارج بعكس ما يحصل داخل إيران. أها. و